بسم الله. امر فلتر من الاوامر اللي انا عليها هنا في القائمه ديت، فلتر اسيسنت. لو القائمه دي مش موجوده بسيطه جدا، هدوس هنا واختار فلتر اسيسنت من هنا، بلاقي فيها بعض الادوات اللي ممكن تساعدني ان انا اعمل فلتر. فلتر باي بين، ابدا اشوف اني بين اللي انا محتاجه، او فلتر باي اليمنت. طبعا تحتها كذا حاجه، دي بتلاقي حاجات اللي هي 2D، اللي هي اللاين بول لاين سيركل تكست باترن زي ما انا عايز. في فلتر اللي هي بتاعت الارتكشر، على سبيل المثال دي الواجهه بتاعتها، مثلا انا عايز الكولوم بس، وعايز الكولوم الاستكنس بتاعها مثلا 0.3، اقول له اوكي وابدا اعمل سيلكت على المشروع كله. الاقي عمل لي سيلكت بس على الكولوم اللي هي 0.3. تمام، انا عارف ان في ناس بتشك في الكلام. طيب اهو هدوس الاقي ان هو السكنس بتاعه 0.3. طيب خلينا نعمل حاجة تانية، ان انا اقول له انا عايزها بالول، اقول له فلتر باي وول، اقول له انا عايز حاجة اللي هي سكنس 0.2 بس. اوكي، وابدا اعمل سيلكت على المشروع كله، الاقي اعمل سيلكت على الحاجة اللي هي 0.2 وما جابش معاه الكولوم اللي هو عمل لها سيلكت قبل كده، هتلاقي ان هو ما جابش معاه المرة دي.